اما بقى بالنسبه للمزيد من التفاصيل حول حاله الطقس بشكل عام، فاحنا معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار، صباح الفل على حضرتك، وعايزينك بقى تطمنينا على حاله الجو. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، وكمان استاذه نهاوند وكل الساده المشاهدين. صباح الفل. احنا بالفعل اليوم ممكن احنا كنا نوهنا ان احنا هنشهد انخفاض في ارتفاع في درجات الحراره، اليوم ذروه ارتفاع درجات الحراره، متوقع العظمى على القاهره الكبرى اليوم توصل ل 27 درجه مئويه بارتفاع 3 درجات عن الامس، يمكن الامس سجلت عظمى 24 في اليوم متوقع 27 ذروه الارتفاع اليوم، وهيبقى الطقس خلال فتره النهار هنشعر بيه ان هو مائل للحراره على اغلب مناطق الجمهوريه خلال فتره النهار مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس. يمكن كمان اليوم في نشاط للرياح على بعض المناطق الموجوده في سواحلنا الشماليه القاهره الكبرى. نشاط الرياح ده هو جنوبي غربي، قد يكون مثير لبعض الرمال والاتربه خاصه في المناطق الصحراويه، المدن الجديده، المناطق المكشوفه ممكن يبقى في اثاره لبعض الرمال والاتربه. لكن من غدا ان شاء الله ويمكن من خلال ساعات الليل كمان نبدا نشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، هتبدا الجبهه البارده تدخل على جمهوريه مصر العربيه، خلال ساعات الليل درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ جدا، يمكن فرق بين العظمى والصغرى هيوصل لاكثر من 15 درجه، خلال ساعات الليل الطقس هيكون شديد يعني بالنهار متوقع تكون درجه الحراره قد ايه تقريبا؟ النهارده متوقع تكون 27. لا انا بتكلم على بكره وبعد ان شاء الله. بكره انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، متوقع تكون العظمى على القاهره الكبرى 20 درجه مئويه بانخفاض 7 درجات عن اليوم، ان شاء الله الخميس والجمعه هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، الطقس خلال فتره النهار هنرجع تاني للاجواء الشتويه المعتدله خلال فتره النهار، خاصه ان غدا الخميس كمان في نشاط رياح هيزود احساسنا اكثر من انخفاض درجات الحراره. تمام. وفرص الامطار هتعود مره اخرى على سواحلنا الشماليه ومحافظات الوجه البحري، لكنها امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. بس نتيجه الانخفاض ده زي ما حضرتك سمعتي معانا هنا هوند عدست على السيره يا فندم، عدست على السيره لما عرفت ان في انخفاض ملحوظ. هو احنا بالفعل هو في انخفاض ملحوظ، لكن هو مقارنه بين اليوم يمكن يعني ال 20 درجه مئويه دي هنحسها معتدل، الاجواء الشتويه المعتدله مش انخفاض، هنحس بالبروده، انا هحس باجواء معتدله خلال فتره النهار. ومن السبت القادم هترجع تاني درجات الحراره في الارتفاع التدريجي، فاحنا الفتره دي فتره تقلبات جويه بين ارتفاع وانخفاض، خلال فتره النهار الطقس يبقى دافي، خلال فتره الليل الطقس شديد البروده، فمش عاوزين ننخدع بالاجواء المستقره او الطقس الدافي، عاوزين على الاقل لانتهاء فصل الشتاء هنستمر في ارتداء الملابس الشتويه خلال فتره النهار وخلال فتره الليل، ودايما نبقى حاطين في دماغنا ان خلال فترات الليل الطقس هيبقى شديد البروده، فانا حتى لو خففت ملابس خلال ساعات الصباح او ساعات النهار فدايما معايا جاكيت، معايا حاجه ثقيله البسها خلال ساعات الليل، لان الفتره دي فعلا فتره تقلبات جويه، ودايما تغيير نوعيه الملابس ممكن لا قدر الله يصيبنا بنزلات برد. طيب دكتور منار، عندي سؤال اخير لو تسمحي لي، انا عايز اعرف السبب اصلا، يعني احنا زمان ما كناش بنشهد في فصل الصيف او في الشتاء يعني التقلبات دي، يعني انا مش فاكره تقريبا، وحضرتك برضو تصلحي لي، يعني زمان من كذا سنه الشتاء شتاء ما بيجيش ان او توصل درجه الحراره ل 27، 27 ده صيف، 27 ده بنشهده شهر 7 و8، فممكن نفهم ليه؟ يعني هل الجلوبال وورمنج اللي هو تغيير المناخ هو اللي اثر، ولا الموضوع طبيعي؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. هي الفترة دي من السنة اللي هو شهر مارس تحديدا هو شهر انتقالي بين الشتاء اللي معروف بانخفاضات درجات الحرارة والربيع اللي هو دايما معروف بارتفاعات درجات الحرارة، فالفترة دي الكتل الهوائية عمالة بتتغير من الجنوبيات للشماليات الغربية، فدايما بيبقى في اختلاف في تغيرات في التوزيعات الضغطية، فبالتالي بيحصل تغيير في درجات الحرارة، لكن ده أمر طبيعي في مثل هذا الوقت من العام إن احنا نرتفع درجات الحرارة وترجع تنخفض، لأن دي فترة كده احنا دايما بنقول يعني نهايات الفصول دايما بتاخد من الفصل اللي قبله والفصل اللي بعده، فاحنا هو مارس ده دايما معروف كده بارتفاعات درجات الحراره في بعض الايام وانخفاضات في بعض الايام. تمام، على كل حال هنتابع وتطمنا من حضرتك على الويكند. شكرا جدا ليكي دكتور منار. شكرا.